إلى الاستبيان إلى يعني أسئلة الاستبيان إلى متغيرات، ثم وضحنا بعد كده كيف نتعرف على أنواع المتغيرات المختلفة وكيف نتعامل معها، ثم أوضحنا كيف يتم إعادة ترميز العبارات السالبة، العبارة السالبة اللي هي طبعا العبارة التي تحمل صفات أو سلوكيات عكس أو سلوكيات عكس ما تتناوله الصفة أو السمة التي يتناولها المقياس، وليست هي العبارات المنفية وليست هي العبارات التي تحمل صفات سلبية. أوضحنا هذا جيدا. طيب بعد ما خلصنا وتأكدنا أن المفردات يعني اللي تم إعادة ترميزها بطريقة صحيحة، اتكلمنا وقلنا أن احنا لازم نتحقق من أخطاء الإدخال. وما هي أخطاء الإدخال؟ يعني إن أنا وأنا بأدخل القيمة دخلتها بطريقة خاطئة، وده اكتشفها إزاي؟ قلنا من خلال عملية التكرارات، إن أنا أعمل تكرارات للقيم التي أدخلتها وأشوف هل في قيم غير متوقعة موجودة ولا لا. خلي بالكم ده نوع من أنواع الأخطاء الإدخال، أخطاء الإدخال. النهارده هنتكلم في إيه؟ مهم جدا بعد ما نتأكد من الكلام ده، وإحنا شفنا برضو فيديو إن إحنا نتأكد من الثبات، ثبات المقياس. ومهم جدا ان انا اشير الى فكرة ان ثبات المقياس، ثبات المقياس ليس يحسب على قيمة ان المقياس ثابت او غير ثابت، ان انا احكم على قيمة معامل الثبات انها دالة ولا غير دالة، هذا خطأ. لا احكم عليها من خلال الدلالة، ولكن احكم عليها من خلال قيمتها المطلقة، بمعنى ان الأداة، ان معامل الثبات يجب ان لا يقل عن 7 من 10. معامل الثبات يجب ان لا يقل عن 7 من 10، وليس فكره ان هو دال ولا غير دال، لان الدلاله بتتوقف على حجم العينه، وهذا كلام خاطئ ان احنا نعتمد على دلاله في حكم على معامل ثبات المقاييس، ولكن عشان حكم على الثبات القيمه اللي تظل بذهننا 7 من 10. صحيح بعض الكتب بينزلوا شاولوا 6 من 10، لكن خلينا نتفق ان في الغالب 7 من 10. طب بعد ما اتعرفت على وعملت الكلام ده وقعدت اعدل الترميز وعملت الكلام ده، من المهم جدا ان انت تجري بعض الاحصاءات الوصفيه، بعض الاحصاءات الوصفيه وبعض الرسومات البيانيه لكي تكتشف البيانات بتاعتك. هكتشف فيها ايه؟ هل مثلا فيها اوتلايرز، فيها قيم متطرفه، مش اخطاء ادخال، قيم متطرفه، ده مهم جدا. هل عندي بيانات مفقوده؟ برضو دي قضيه مهمه جدا. إذا إحنا لابد إن إحنا نتعرف على هذه الصفات ونقرر كيف سوف نتعامل معها ونعرف كيف نتعامل مع برنامج الـ SPSS. يبقى هنشوف الكلام ده كله بالإضافة إلى قضية أخرى مهمة جدا، وهي قضية العينة الخصائص السيكومترية والعينة البحث النهائي. كتير من بحوث الطلاب الماجستير والدكتوراه ويمكن بعد كده كمان بيتكلموا عن حاجة اسمها عينة الخصائص السيكومترية، وبيتكلموا في نفس الوقت يعني تيجي في عين الخصائص السيكومتريه، البعض بيسميها عين الدراسه الاستطلاعيه، ولكن الكلمه المفضله عين الخصائص السيكومتريه، ثم العينه الاساسيه. في خطأين شائعين كتير جدا بين الباحثين بيقعوا فيهم، فعايزين برضو احنا هنوضح الخطأين دولت وكيف يعني ان احنا نتجنبهم. طيب تعال نروح مع بعض ونشوف احنا هنتكلم في ايه، او هدف لقائنا ايه النهارده. احنا هنتكلم في نقطتين، او في هدف لقائنا التدريب على الاستخدام عشان نحسب التكرارات والمتوسطات، طبعا التكرارات والنسب المئويه للمتغيرات الفئويه، والمتوسطات والانحرافات المعياريه للمتغيرات المتصله، ثم في رسم بياني للمتغيرات الفئويه وفي رسم بياني للمتغيرات المتصله. لازم نعرف ان الرسم البياني ماله يا جماعه؟ يختلف في حاجات، في رسومات بيانيه تصلح للبيانات المتصله اللي هي البيانات الفئة، اللي هي بيانات زي اللي سميناها احنا سميناها المسافه والنسبه بلغه القياس، اللي الاس بي اس اس سماها سكيل، وفي رسومات اخرى للبيانات النومينال والاوردينال، اللي هم النومينال المتغيرات الاسميه والمتغيرات الفئويه. كل واحده من دول لها رسومات بيانيه، لكن مش هنتكلم ده بالتفصيل، احنا عايزين نوضح الحاجه مهمه. اذا كان عندك اي اسلوب احصائي هتستخدمه، لو سمحت قبل ما تستخدمه لازم تفهم الداتا بتاعتك كويس جدا. افهمها يعني ايه؟ اعمل شويه يعني حاجه كده ببساطه، اعمل مجموعه تكرارات ومتوسطات وانظر للقيم، هل فيها القيم دي توجد فيها شيء مريب؟ مريب يعني فيها اوتلايرز، طب فيها ميسنج ولا مش ميسنج، وهنتعامل مع الميسنج ده ازاي، بيانات مفقوده ولا لا، وهنتعامل معاها ازاي. تمام، ارسم رسم بياني، الرسم البياني ممكن برضو يوضح لي هذه الامور. تعالوا مع بعض نروح على برنامج الـ SPSS وننفذ اللي احنا بنقوله، وهو ان احنا نحاول نفهم البيانات بتاعتنا.
ده برنامج الاس بي اس اس، ده برنامج الاس بي اس اس اللي رحت على الفيريابل فيو. انا عندي المسلسل وده نيوميريك وما فيهوش ارقام عشريه، والعمر وانا برضو مش عامله نيوميريك، تمام. ومهم جدا ان انا اروح ابص ان دولت سكيل اللي هو العمر سكيل، ايوه، لان انا مدخل العمر كرقم مش كفئات. الجنس انا مدخله كسترينج، كسترينج معناه لان مش هعمل هنا عمليات حسابيه، دوبك تكرارات. ومعرف واحد المفروض واحد تعني ذكر واثنين تعني انثى، ادي واحد ذكر واثنين انثى، تمام. عندي برضو مجموعة من المتغيرات الاخرى، وده طبعا المفروض يبقى نومينال اللي هو الجنس، وده معمول فعلا نومينال. طب والانفعال واحد بقى، دي عبارة عن مجموعة عبارات بتقيس الضغوط المتعلقة بالانفعالات لدى عينة من الافراد اللي هم يعني مصابين بمرض السكر، وايضا عين ضغوط متعلقة بالعلاقات الاجتماعية بينهم وبين الاخرين، بالاضافة الى الاكتئاب والحالة المزاج، الكفاءة الذاتية، طبعا بعض بيسميها الفاعلية الذاتية برضو، الترجمات ده سكيل وده سكيل. بس الانفعال واحد والانفعال اتنين كل دي اوردينال، فالمفروض ان انا يعني انزل هنا هو. طبعا انا اول واحد عندي اللي هو الانفعال واحد، فانا هتأكد بس عشان ما اجيش ناحية الجنس، هظلل ده كده واروح ده اول واحد واغيره اخليه اوردينال، تمام. ثم بعد كده اعمل كوبي او نسخ يعني، واقوم جاي رايح هنا لغايه هنا في الاخر، واقوم جاي اعمل رايت كليك واقول له بيست. فكده انا حولته، ما انساش اسيف، ما انساش التسييف. طيب انا عملت الكلام ده اهوت، يبقى انا كده عرفت الداتا بتاعتي والعينه بتاعتي. انا طبعا بقول ان هم مجموعه من الافراد اللي هم عندهم مرض السكر، تمام. هم طبعا في منهم كبار سن واعمارهم مختلفه. فلو انا مثلا اول خطوه انا قلت ان انا عايز اعرفها النهارده، ازاي اعمل الاحصاء الوصفي. الاحصاء الوصفي للمتغيرات الفئويه اللي هي زي الجنس وزي الانفعال واحد وانفعال اتنين، ده يتعمل لها تكرارات. طب ده يتعمل ازاي؟ هنروح مع بعض على انالايز، هنروح هنا عند انالايز مع بعض كده واحدة واحدة. ومن انالايز طبعا ارجع تاني بس كده اجيب موضوع من اوله، يبقى انا رحت عند انالايز تكيت عليها، رحت عند ديسكريبتيف. ديسكريبتيف هنا هوت، طبعا انا عندي اكتر من حاجة ممكن اعمل مع ديسكريبتيف. ممكن ان انا اعمل فريكوانسيز اللي هي التكرارات، تمام، وممكن ان انا اعمل ديسكريبتيف عادي. فدايما بنأكد على فكرة ان البحوث اللي خاصة بالمتغيرات الفئوية تملي بتعامل معها فريكوانسيز. فانا نرجع هنا فريكوانسيز، يبقى انا هنا في الجزء ده كده، واعمل كده وانتظر الى ان يفتح لي مربع حوار هيسألني انت عايز تعمل الكلام ده لانه متغيرات، فهوضحها له اقول له ايه المتغيرات اللي انا عايز ان انا اعمل لها الكلام ده هوت. احنا طبعا اتفقنا انها هتكون الجنس وانفعال واحد وانفعال اتنين اللي هي المتغيرات اللي بتعتبر متغيرات فئوية. ومرة تانية كلمة متغير فئوي، يعني ايه متغير فئوي؟ يعني متغير بياخد قيم محدودة ومعروفة، يعني بياخد قيم منفصلة مش قيم متصلة. اولا ما بتلاقيش فيه ارقام عشرية، ما بتلاقيش فيه يعني الديسيمال نمبر على الاطلاق، لكنه بتجد فيه مجموعة من القيم الصحيحة. فهو بيسمى بالنسبة لنا الجنس ونحطه بهذا الشكل، وبعدين ممكن نظل الانفعال واحد لغاية وننزل تحت لغاية ناخد كمان معاه العلاقات ونحطهم بهذا الشكل. اللي تشارت احنا قلنا في حالة المتغيرات الفئوية دايما بنفضل ان احنا نعمل البايت شارت او البارت شارت. البارت شارت هي الاعمدة، اما البايت شارت فهو الشكل اللي بيسموه شبه شكل كده دايرة ثم مقسمة. فاحنا نختار البارت شارت. وبيقول لي عايز تعمل لمين؟ برضو خلي بالك هو بيقول لي عايز تعمل لمين البارت شارت ديت. عايز تعملها للتكرارات، نرجع هنا تاني، عايز تعملها لمين؟ سناخد ده كده ونيجي نقول له والله انت عايز تعملها لمين، للتكرارات دهيت ولا عايز تعملها للنسب المئوية؟ فطبعا احنا لنا الحرية، لكن في جميع الاحوال، في جميع الاحوال احنا دايما هنفضل ان احنا نعملها
للتكرارات، فهنسيبها هنا للتكرارات وهنسيب البارت شارت. يبقى انا هسيب نوت البارت شارت ده وهتعامل مع التكرارات، يعني انا هعمل بارت شارت للتكرارات. ممكن بعد كده نرجع نعملها النسب المئويه تاني. تمام. طب في ممكن هيستوجرام، هيستوجرام ده انسب اكتر للمتغيرات اللي هي الكونتينوس اللي هو المضلع التكراري. او طيب نشيل ده كده ونرجع هنا اهوت ونقول كده كونتينيو. كونتينيو تمام، وبعدين كلمة اوكي. اوكي، وهننتظر الى ان تظهر النتائج بتاعتي. تظهر طبعا، خلي بالنا احنا عندنا رسم بياني وعندنا تكرارات، فالتكرارات كعملية احصائية ممكن تكون اسرع، لكن الرسم البياني احيانا حسب برضو سرعة الجهاز اللي انت شغال عليه ممكن ان هو يعني ايه قد ياخد وقت شوية عشان تظهر النتائج دي. ننزل هنا وننتظر الى ان تظهر النتائج بتاعتنا. طبعا خلي بالكم هنا ده بيسمى اللوج، لو انتوا حضرتكم بصيتوا هنا هتلاقي كلمة اللوج. اللوج معناها ايه؟ معناها ان العملية الاوامر اللي بتنفذ، يعني ده اي امر احنا بنطلب بالاس بي اس بيتكتب. وعلى فكرة هناك طريقة سهلة جدا بحيث ان احنا ممكن نتخلص من اللوج ده، من ان احنا نروح عند الاوبشن ونلغي، نروح عند حاجة اسمها اللوج ونلغيها، فما بتظهرش الاوامر ديت بشكل الكلام ده. هنا بيقول لي انت والله بتعمل فريكوانسيز لفاريابل بتاعتك اللي انت دخلتها، الجنس وانفعال واحد وانفعال اتنين وانفعال تلاتة وانفعال اربعة وخمسة وكل الكلام دوت، انت كل ده بتعمله. فاللوج ده ممكن يتحذف، اللوج ده ممكن يتحذف. بعد كده بقى ظهرت لي التكرارات زي ما حضراتكم شايفين. طب لو احنا حبينا كده يعني نفهم اكتر اهمية المعلومات دي، اولا احنا عندنا الحاجة الاولانية هي كلمة ان. ان ده حجم العينة بتاعتي، وبيقول لي 371. لو انا مشيت كده يبقى كل العينة هنا 371. طب عندنا كمان كلمة الميسنج، انا عندي بيانات مفقودة مفيش، وده هنا معناها ان انا ما عنديش اي بيانات مفقودة، ما عنديش اي بيانات مفقودة، وده شيء كويس طبعا، وده شيء كويس. طب لو نزلنا بنفس الطريقة، لو نزلنا بنفس الطريقة عند الجنس، الجنس برضو بنفس الطريقة بيقول لي انت عندك، بس هنا طبعا بيجيب لي الذكور لوحدهم والاناث لوحدهم. بيقول لك هنا الذكور 141 ودول نسبتهم 83%، بينما الاناث دول 230 وده نسبتهم 62%. تمام، نسبتهم كام؟ 62%. طيب هل هذا النسب دي المتوقعة؟ ما انت اكيد تبقى متوقع نتائجك كانت هي المتوقعة، يبقى خير وبركة. مش متوقعة يبقى إذا محتاجين نعرف السبب إيه. فطبعا إحنا المفروض إن أنا عارف حجم عينتي وأنا مجمع قد إيه وكلام زي ده. طب في إيه كمان المفروض إن إحنا يعني ننتبه إليه؟ خلينا أولا إن إحنا نروح هنا هوت كده، نلغي ده بس كده ثانية واحدة، ونعمل ريموف للكلام ده، وننزل تحت عشان نشوف ايه موجود تحت تاني. طبعا موجود لكل متغير من المتغيرات من اول انفعال واحد، من اول انفعال واحد اللي هو ده، وانفعال اتنين طبعا كل متغير، وجايب لي بيقول لي دول مترقمين، انت كنت مدخل قيم من واحد وست لستة. هل الكلام ده صح؟ طبعا كل ده هيخليني ان انا اطمئن اذا كنت انا شغال صح ولا لا. هل انا كنت فعلا مستخدم عاطي لكل سؤال من الاسئلة دي ست بدائل، ولا كنت عاطي خمسة؟ طبعا لو كنت عاطي خمسة يبقى معنى ذلك ان الستة دي قيمة غير منطقية، والاتنين دول معناهم حاجة غلط. فلو انا كنت عاطي خمسة، لكن انا لو انا عاطي ستة يبقى الكلام كده انا ماشي صح. برضو بنفس الطريقة انزل عند انفعال اتنين وابص هلاقي برضو انفعال اتنين في من واحد لستة. فطبعا كل ده معناه ان القيم دي قيم متوقعة وما عنديش اي قيم غريبة. برضو للعلاقات عندي برضو من واحد لستة، هل الكلام ده متوقع؟ ايوه متوقع. طبعا بعد كده بيجي لي الرسم البياني البارت شارت، وزي ما قلت بيبقى كويس لان مثلا عندنا ذكور واناث، فاقدر اعرف ان نسبة الاناث اكتر من الذكور، واحنا قلنا ده تكرار
ده تكرارات، يعني عدد الإناث كام وعدد الذكور كام. فطبعا دي كلها بتبقى أشياء يعني بتثم في بعض. طبعا ممكن نغير على فكرة الرسم ده، ونغير الألوان، ونغير شكل الأعمدة، ونكبرها ونصغرها، لكن ده هتبقى فيديوهات منفصلة. احنا بس في الفيديو ده عاوزين نعرف إزاي إن احنا نكتشف البيانات. نكتشف البيانات، احنا عرفنا عدد العين عندنا كام، وما عندناش أي قيم غريبة دخلت في هذا الموضوع. طب ده بالنسبة للمتغيرات الفئوية. طب بالنسبة للمتغيرات المتصلة أعمل فيها إيه؟ هنروح بقى مع بعض برضو في أنالايز، واروح عند ديسكريبتيف ستاتستكس. وانا هنا عند ديسكريبتيف ستاتستكس، يبقى برضو مره تانية قبل ما ارجع هنا من انالايز، ومن انالايز رحت على ديسكريبتيف ستاتستكس، رحت على اكسبلور. اكسبلور يعني اكتشاف، ان انا عايز اكتشف. طيب عايز تكتشف ايه؟ طبعا الامر ده مهم جدا جدا جدا. عايز تعمل احصاء ولا عايز تعمل، طبعا يعني انا برضو هصغر الشاشه كده او اعمل تصغير عشان اوضح لحضراتكم، وزوم تاني وزوم تاني عشان نشوف الجزء اللي هنا ده. الجزء ده بيقول لي انت عايز نظهر لك ايه، الاحصاءات ولا رسومات ولا عايز الاثنين؟ كلمه بوث ده يعني الاثنين، خلينا كده. كلمه بوث دي معناها اظهر لي احصاءات ورسومات، هنا اظهر لي رسومات فقط، هنا اظهر لي احصاءات فقط. طبعا احنا لو كنا عايزين نختبر الاعتدالية فمحتاجين رسومات ومحتاجين احصاءات ونختار البوث. اما لو كنا عايزين نعمل احصاء كده وصفي فممكن ان احنا نكتفي بالاحصاء فقط. فاذا مرة تانية، يبقى احنا كده في هذا الجزء اتفقنا على فكرة ايه؟ على فكرة ان احنا نختار من هنا، هنعمل بوث معناها الاتنين. يعني ايه اتنين؟ يعني احصاء ورسم. طب نفترض ان انا اكتفيت بالاحصاء مثلا يعني فقط، هنعمل الكلام ده لمين؟ احنا عندنا حاجتين مهمين عايزين نعمل عليهم الكلام ده، ومنهم العمر كمان، الاكتئاب، وعايز اتكلم عن الكفاءة الذاتية. دول اهم متغيرين عندي، دول اهم متغيرين عندي. طب لو انا رحت عند الاحصاء، ايه الاحصاءات اللي ممكن اعملها؟ بيقول لي ممكن نعمل ديسكريبتيف. ديسكريبتيف يعني ايه يا جماعة؟ يعني اعمل لي الاحصاء كلها، يعني اعمل لي معظم الحاجات التقليديه اللي موجوده في الاحصاء. يبقى مره تانية اروح كده، هروح هنا اهوت كده واصغر تاني، هاجي هنا اهوت كده. شايفين حضراتكم عامل صح على ديسكريبتيف. كمان عايز تشوف الاوتلايرز، دي مهمه جدا بقى، ادي اللي انا عامل عشان الفيديو ده. انا كمان عايز اشوف الاوتلايرز. ماشي، هات لي الاوتلايرز. فقوم جاي هنا اهوت، حاطط علامه على هذا الجزء، على ده بهذا الشكل. يبقى انا كده بقول له شوف لي الاوتلايرز اللي في المتغيرات دي. الاوتلايرز معناها حاجات متطرفه، قيم متطرفه. طب هو هنا كان بيقول لي عايز فتره ثقه، احنا هنتكلم في الحاجات دي. عايز تجيب المقانيات، المقانيات اللي هي البرسنتايلز دي، برضو مش عايزين نخش في الكلام ده دلوقتي، لكن انا عايز اشوف عندي نقاط متطرفه ولا لا، وعايزين نفهم احصاء وليس نعمل احصاء، لان في انا مختار العينه دي لاسباب هقول لحضراتكم عليها. هقول له كده كونتينيو. يبقى انا كده في الاستاتستكس انا اخدت حاجه. طب في البلوت، انا قلت انا مش عاوز بلوت ولا عايز حاجه، فممكن اقول له والله فاضل لي ايه؟ الهيستوجرام ممكن اطلبه، واقول له كده كونتينيو. خلي بالك ان نورمالتي ويز بلوت، لو انا رجعت مره تانية بس كده قلت له انا عايز احصاء فقط، شوفوا حضراتكم البلوت اختفت، البلوت اختفت مش مفعله، مش هقدر ارسم. لو قلت له بلوت فقط، الاستاتستكس مش مفعله، ما فيهاش، ما اقدرش اختار استاتستكس. يبقى مره تانية لو قلت استاتستكس البلوت هنا غير مفعل. خليني بس معلش لان الحاجات دي مهمه جدا. يبقى انا لو انا ضغطت على الاستاتستكس كده فكلمه بلوت اهي، كلمة بلوت دي غير مفعلة، تمام، بينما statistics مفعلة اهي قدام حضراتكم اهي. طب لو انا غيرت بقى قلت له لا، طب انا عايز ان انا اختار بلوت، يبقى انا جيت من هنا قلت جاي ايه حاطط كده، قلت له انا عايز بلوت، رجعنا هنا تاني لقينا statistics غير مفعلة وبلوت مفعلة. طب لو رجعت انا هنا هو بقى حطيت علامة على دي اللي هي كلمة both ديت، اصبحوا الاثنين مفعلين. اصل ان كده الامر واضح لحضراتكم جدا. يبقى اذا انا ابقى فاهم انا عايز اعمل ايه،
طبعا انا عايز ارسم وعايز اطلع احصاءات، يبقى احط على كلمة بوث، احط على كلمة بوث، يعني عايز الاتنين. يبقى مرة تانية، شفنا حضراتكم، شفنا مع بعض عملنا ايه، عملنا احنا رحنا عند نكنسل ده كله، وهنرجع مرة تانية هنكنسل ده من هنا كده، اكنسله بعد اذنكم، اكنسله كده، وهرجع هنا، هرجع هنا ببدأ من ده كده، ورحت على ديسكريبتيف واكسبلور. ما معنى اكسبلور؟ اكتشاف، اكتشف. خلي كمان دخل العمر معاها، وهدخل الاكتئاب، وهدخل الكفاءة الذاتية. دولت المتغيرات الكونتينيوس. واتأكد ان انا هنا عند البلوت، عند البلوت، عند الديسبلاي ديت، عند الديسبلاي دي مختار كلمة بوث، اظهر لي الاتنين. وقوم جاي رايح هنا عند statistics، اضغط عليها هتظهر لي، اقول له حط علامة على الاوتلايرز، والديسكريبتيف هتالي وكونتينيوس. وهرجع عند البلوت اقول له لو سمحت، لو سمحت هات لي كمان الهيستوجرام، هات لي كمان واعمل لي بوكس بلوت للفاكتور ليفل توجذر ولا الديبندنت توجذر، هل انت عايزهم يعني كلهم مع بعض في رسمه واحده؟ خلينا نشوف ان احنا نختار ديت. وممكن اقول له نان، يعني ما تعملهمش خالص، نان ما تعملهمش خالص، لا انا هختار دي ديبندنت توجذر، ديبندنت توجذر، وبعدين نشوف فاكتور ليفل توجذر. خلاص يبقى هيعمل لي رسومات بيانيه وهيعمل لي احصاء. فارجع هنا تاني واقول له اوكي، وهياخدني للنتائج، وانتظر الى ان تظهر النتائج بتاعتي. وانا بدور كده تحت، طبعا النظار زي ما اتفقنا ان في النتائج لما بتظهر بيظهر اللوج بتاعها ده، هو اللي تحت ده، لو نزلت كده اوري لحضراتكم، ده اسمه لوج، وده معناه الاوامر اللي بتظهر. طبعا بدأت هنا وقت النتائج تظهر، فشوفوا هنا حضراتكم برضو هنا بيكلمني على اول حاجة بيقول لي عليها، بيقول لي ان حجم العينة عندك بكام، 371، ودول نسبتهم الصالح منهم كام، وما عندكش ميسنج، ادي الميسنج، ما عندكش ميسنج، ونسب المئوية الصحيحة للقيم الصحيحة اهي، والميسنج ما فيش اصفار، اصفار، وده كلام صحيح، وده كلام صحيح، تمام تمام. طيب ايه كمان، ايه كمان ان هو عرضه لي؟ طبعا عرض لي معلومات كتيرة جدا، لكن اللي انا عايز اقوله خلي بالكم من حكايه ان حجم العينه والميسنج، ان هو طبعا هنا الفاليد مظبوطين كده كلهم، فده معناه كده ان ايه، ان انا في الطريق الصحيح. طيب ايه المطلوب مني؟ انزل تحت بقى، انزل تحت عشان ابص على الديسكريبتيف في الاحصاءات. هنا جايب لي بقى كل الاحصاءات من اول المين، المين وال والفاريانس والستاندرد ديفيشن والسكيونس والكورتوزيس، كل الكلام ده هوت، كل الكلام ده هو جايبه لي، والمعلومات دي في غايه الاهميه، لان هنا مثلا بيوضح لنا ان السكيونس برضو ده عشان خاطر الانعدادية مش هتكلم عليها المره دي، لكن متوسط القيم من كام لكام، الميديان عندي من كام لكام، الفاريانس موجود بكام، المينيمم والماكسيمم، وده برضو ايه، خليني اقفل ده كده، يعني الغي ده كله عشان عايز لون مختلف، وعايز كده المينيمم والماكسيمم، دول مهمين جدا بقى. ايه سبب اهميتهم؟ سبب اهميتهم ان برضو بيكشف لك اذا كان عندك قيم يعني مش متوقع، يعني ايه المفروض، هل مثلا العمر الزمني، العمر الزمني، ما ده العمر الزمني، خلينا كده نعمل زوم عليه، ده العمر الزمني، هل العمر الزمني، العمر الزمني قيمه، ده العمر الزمني، هل قيمه محصورة ما بين هنا هوت، نيجي هنا هوت، محصورة ما بين 27 و79، هل ده قيم متوقعة؟ اه دي قيم منطقية، يبقى اذا انا مفيش عندي اخطاء ادخال، مفيش عندي قيم انا مش غريبة، ما عنديش حاجة مش متوقعة. افرض انا مثلا كنت بعمل على مثلا يعني اطفال، اه يبقى اذا 79 و72 فعش شباب طلاب جامعة اجاب 79 وكده، فاذا لازم تفهم البيان. عشان كده بقول ايه، يرجوكم مش مجرد احنا بنعمل احصاء، بنحاول نفهم الداتا ونتعمق فيها، نتعمق فيها جدا. يبقى نفس الطريقه دي احنا هنعملها للاشياء الاخرى اللي احنا، اللي هي موجوده برضو عندي، اللي هي موجوده زي الاكتئاب،
الاكتئاب، اللي هو ده الاكتئاب ده، برضه شوف الماكسيمم والمينيمم. يعني لاحظين حضراتكم ان في حاله الاكتئاب الماكسيمم من صفر الواقع من 0 ل 16، هل دي قيم منطقيه؟ هنزل برضه تحت تاني اشوف الماكسيمم والمينيمم والماكسيمم بتاعت مين المره دي، بتاعت ال نشوف كده مع بعض. خلينا بس ايه ننزل كده تحت شويه. ايوه المينيموم والماكسيموم 6 و140 بتاعت مين ده؟ بتاعت الكفاءه الذاتيه. هل القيمه دي صحيحه ولا غير صحيحه؟ الكفاءه الذاتيه، هل القيمه دي منطقيه ولا من غير منطقيه؟ هل متوقع ان اصغر درجه 6 واكبر درجه 140 او لا؟ ده طبعا عمليه مهمه جدا. طيب يبقى احنا كده يعني اتاكدنا من ان احنا ما عندناش قيم يعني مش متوقعه، لكن انا ما شفتش لسه الاوتلايرز. الاوتلايرز لسه، فهنا بقى تحت هنا بيجيب لي حاجه اسمها الاكستريم فاليو. الاكستريم فاليو فبيقول لي هنا ادي العمر مثلا، دول يعتبروا اعلى خمس قيم موجوده عندنا. ادي هنا الكيس نمبر عندنا، دي رقم الحاله، رقم 213 والقيمه بتاعتها هي 79، والحاله اللي بعد منها على طول 78. ده في العمر، ده في العمر. يعني ايه الكلام ده هوت؟ يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ ببساطه اهو ناخد بس بيجيب لي اعلى خمس قيم عندي، اعلى خمس قيم، وبيجيب لي اللي هو طبعا ده الهايست، الهايست، ويجيب لي اللوست اقل خمس قيم موجودة عندي، وبيقول لي دول رقمهم كام. يعني ايه رقمهم كام؟ في السطر الكام. يعني حضرتك لو رحت في السطر 213 هتلاقي ان العمر الزمني بتاع الشخص 79. لو رحنا عند 213 هنلاقي ان العمر 79. تعال نروح كده مع بعض، نروح نقعد كده مع بعض تمام، وننزل ننزل ننزل لغاية لما نوصل عند 217 ولا 213. 217 ولا 213؟ 213. طيب 213 اهو، ده الشخص ده عمره الزمني بكام؟ تعالى نعمل زوم عليه كده عشان نتأكد مرة واتنين. ايوه نروح كده، ادي 13، ادي عمره الزمني كام؟ 79. يبقى ده ميزة مهمة جدا، لان في طرق اخرى ما بتقولكش فين الحالات بالظبط اللي عندها المشكله ديت. يعني انا عندي اوتلايرز بس الاوتلايرز دي فين ما بيقوليش، ما بيقوليش للاسف. نفس الامر لو انا رحت، عشان كده لو انا حكيت لحاجات اوتلايرز اعرف انه حاله، وقلنا عشان كده بنرقم الحالات بتاعتنا. طيب لو انا رحت مره تانية عندي النتائج بتاعتي في النتائج الاوتبوت، هل ممكن كمان ان انا الاقي في القيمه الاصغر؟ اصغر قيمه عندي كام؟ اصغر قيمه عندي، خلينا كده، اصغر قيمه عندي اللي هي 27. ده في العمر 27، وده في السطر رقم كام او الحاله رقم كام؟ 158. 158 يعني لو رحت عند الحاله 158 سطر 158 هلاقي ان في الشخص ده عمره الزمني 27 سنه، وده اقل قيمه موجوده عندي. فبيجيب لي القيم المتطرفه، القيم المتطرفة تمام. فدي برضو حاجة مهمة جدا، اكستريم فاليو يعني قيم متطرفة تمام. اكبر قيمة موجودة 79 في العمر، ودي عند الشخص اللي كام رقم كام؟ 213. طب انا ممكن اعمل كلير هنا للكلام ده كله وارجع مرة تانية مع حضراتكم واشوف مثلا الاكتئاب. برضو الاكتئاب خلي بال حضراتكم، الاكتئاب عندنا اعلى قيمه للاكتئاب 16، ودي عند الشخص رقم كام؟ 14. واقل قيمه للاكتئاب اللي هي كانت صفر في اكتر من واحد واخد صفر تمام، ودولت عند السطور ده. خلينا بس ناخد مثال ونشوف الحاله رقم 14. هل السطر الحاله رقم 14 الشخص 16؟ فاعمل برضو كليل لده كده، واروح هنا عند الداتا بتاعتي واروح للشخص رقم 13. اروح برضو مرة تانية ابص مرة تانية عند النتائج،
الشخص رقم 14 بالظبط كده، رقم 14 اهو. عشان اعرف الاكتئاب بتاعه خلينا نظلل السطر كده من اوله لاخره، ايوه، ونروح نشوف، نمشي كده معاه، نمشي معاه كده ونشوف الاكتئاب، ونعمل كده زوم على هذا الشخص، فنبص نلاقي ان هو 16 فعلا، 16. اذا ده بيساعدني ان انا اعمل يا جماعة، اتعرف على اماكن اللي موجودة فيها القيم المتطرفة، الاماكن التي توجد بها القيم المتطرفة. برضو لو رجعت مرة تانية للنتائج بتاعتي، هبص الاقي بعد ما بيعمل الكلام ده بيعمل لي الهيستوجرام ده، هوت الرسم البياني اللي برضو ممكن يديني شكل البيانات اتوقع انها تكون اعتدالية ولا لا، قريب ده بالنسبة للعمر، اهو بالنسبة للعمر، العمر ده الرسم الهيستوجرام بتاع العمر. ولو نزلنا تحت شوية كده، نزلنا تحت، نزلنا تحت، هنلاقي الاكتئاب اهو، الاكتئاب، الاكتئاب قدام مننا، الاكتئاب. طيب، وبرضو ان احنا عشان الاكتئاب ما يزعلش، نروح ناخد كده ديت كده ونحط عليه دايرة بتاعته، ادي الاكتئاب. طبعا درجات تميل ناحية الانخفاض، ده متوقع، درجات فيها الالتواء هنا في الاكتئاب تميل الدرجات، يعني الدرجات شايفين حضراتكم قريبة جدا من الصفر، في قيم كبيرة جدا في الصفر، منخفض، منخفض. وهنبقى نشوف الكلام ده بشيء من التفصيل، يعني في ناس كده طبعا، ده يعني دي دراسة المفروض انها دراسة البيانات حقيقية، تمام، فبرضو يعني ما هيش دراسة سيميليشن. بينما الاكتئاب كفاءة ذاتية تميل الدرجات ناحية القيم المرتفعة، يعني في التواء، ماله يا جماعة ده رايح ناحية المرتفع، التواء سالب، فاكرين؟ ما دي برضو من ضمن الحاجات وده الستيم اند ليف بتاعنا، الستيم اند ليف اللي هي عبارة عن بيسموه الساق والورقة، ستيم اند ليف، ستيم اند ليف، وده البوكس بلوت، وده البوكس بلوت، ده البوكس بلوت اللي احنا طلبناه. احنا طلبناه ازاي؟ طلبناه بحيث ان هما يبقوا التلاتة مع بعض، شايفين؟ تلاتة موجودين مع بعض. لو تفتكروا حضراتكم في الاوبشن اللي انا اخترته، لو رحت عند اكسبلور في البلوت، انا قلت هختار ده ديبندنت توجذر مع بعض، وقلت ان انا مش بستحب دي. ليه ما بستحبهاش؟ لان بيخليهم كلهم على نفس السكيل، على رسمه واحده، وهذه الرسمه الواحده بتخلي كل واحد يتاثر بالسكيل بتاع التاني، يعني القيم بتاع ده من كام لكام. شوفوا مثلا الاكتئاب، لانه من 0 ل 16 تحس ان هو مضغوط قوي، بينما العمر فارد نفسه شوية، بينما الكفاءة الذاتية أكتر عشان خاطر الفروق اللي موجودة في العمر. عشان كده لو احنا رجعنا مرة تانية، رجعنا مرة تانية هنا ورحنا على يعني، أو جينا من هنا، عايزين تروح من على اللايز روح، بس أنا بحب أستخدم الشورت كات عشان أفكركم بيها دايما. لو أنا رحت عند البلوت وقلت له لا خليهم فاكتور ليفل، فاكتور ليفل توجيزر، لا مش عايز ديبندنت توجيزر، عايز فاكتور ليفل توجيزر، أقول له كده كونتينيو، أوكي. شوف شكل الدنيا عامله ازاي. طبعا كما هو العاده ده اللوج برضو بتاعنا، ده اللوج اللي احنا قلنا بيبخص لك وبيوضح لك فكره الاوامر المستخدمه، وزي ما قلت ممكن ان احنا نشيلها، ممكن ان احنا نشيلها، لكن انا سبب اعتراضي على الرسمه دي، عايز اعيد الحته دي تاني، لان مقياس الرسم بيأثر. فهنزل بس ابص الشكل، طبعا هنا برضو ده الهيستوجرام، كل حاجه زي ما هي، بس هنا بقى زي ما انتم شايفين كده كل رسمه لوحدها، كل رسمة لوحدها، العمر تمام والهيستوجرام بتاعه، وده هنا هو الاكتئاب. لاحظوا في الاكتئاب ان انا عندي القيم عندي قيم متطرفة، عندي قيم متطرفة، لكن طبعا القيم المتطرفة ديت موجودة فين يا جماعة؟ موجودة حيث الارتفاع، يعني في القيم متطرفة بس موجودة في الارتفاع، يعني قيم مرتفعة ناحية التطرف لكن مرتفعة، تمام. طيب عكس الكلام ده هنلاقيه لو نزلنا تحت عند الكفاءة الذاتية، الكفاءة الذاتية هنبص نلاقي ان القيم ناحية الانخفاض، وده منطقي لان الناس دي عندهم يعني ما مرض السكري، وبالتالي فهو نظرتهم لنفسهم مش حلوة، يعني نظرتهم بتبقى الى حد ما سلبية، لان الكفاءة الذاتية او الفعالية الذاتية هو معتقدات الفرد حوالين قدراته، فهم طبعا يعني معتقداتهم حوالين قدراتهم في ناس، لكن هل هذه قيم متطرفة ولا لا؟
هو طبعا عشان اوضح لحضراتكم بس فكره الهيستوج البوكس بلوت، البوكس بلوت بيبقى عامل كده، بيبقى عنده، خلينا ناخد السهم ده، بيبقى تملي عنده اللي في النص ده يا جماعه، اللي في النص ده اللي بيشعر عليه بالسهم ده، ده بيبقى الوسيط، ده بيبقى الوسيط، واللي تحت ده اللي هو الحد الاسفل بيبقى الارباع الادنى، يعني اللي اقل من كده دول اقل من 25، وفوق ده ده هو هيعتبر الارباع الاعلى اللي هو 75، يعني ده فوق كده، ده الحد من اول هنا بدا ال 75. طبعا اللي فوق اللي تحت ده ال 95. فطبعا انا عندي قيم، عندي قيم مالها يعني تبتعد عن ال 95 من 100، يعني الدرجه المعياريه بتاعتها يعني دي قيم بعيده قوي. هل دي قيم متطرفه؟ انا اعتقد انها يعني في مثال وفي حاله بحثنا ده ليست قيم متطرفه، ولكنها قيم مالها بتبقى بتعبر بصدق عن طبيعه العينه ديت. العينه ديت ناس عندهم مرض سكري، فالمنطقي جدا ان انا اجد هذا الكلام. لاحظوا ان عددهم مش قليل، نعمل معاهم ايه؟ في طبعا وجهات نظر ان احنا نعمل التحليل، ان احنا نحدد الاشخاص دي وفي نفس الوقت ان احنا نستبعدهم. لاحظوا بس ان انا عايز اعمل زوم عشان اوضح لحضراتكم حاجه مهمه جدا، وهي ايه القيم اللي احنا شايفينها ديت، 48 و17 و80 و367، دي عبارة عن أرقام الصفوف بتاعت الأشخاص، يعني دول موجود في أنه صف اللي احنا كنا شايفينه فوق، اللي احنا كنا شايفينه فوق. إذا لو بصينا فوق مرة تانية هنجد نفس القيم دي هتبقى موجودة، عشان أقدر أعرف افرض إن أنا قررت إن أنا عايز أشيلها، عايز أشيل القيم دي، هدور عليها فين في الداتا؟ ما احنا كيف نتعامل مع الأوتلايرز؟ ممكن إن احنا نحذفها من الداتا، تمام، وممكن ان احنا نعمل التحليل الاحصائي مره بموجود في حاله انها موجوده ومره في حاله انها عدم موجوده. طب هعرفها ازاي؟ هعرفها ان احنا يعني من الارقام ديت 366 وال6 وال48 و367، دي ارقام الحالات اللي موجوده. طبعا اللي فوق افضل، اللي فوق افضل من ديت. ليه افضل؟ لان انا بدل ما اقعد مع عينيا انا وعشان خاطر اشوف حاجه، طب انا ممكن اطلع هنا، وزي ما احنا قلنا ان القيم بتبقى موجوده، اهو بيقول لي القيم متطرفه، يعني انا كنا اخر حاجه عند الاكتئاب مثلا، فالقيم العاليه بتاعتنا والقيم المنخفضه. احنا لو بصينا عند القيم المنخفضه هنبص نلاقي، خلينا بس ان احنا نعمل كلير لده في حاله الاكتئاب، ادي احنا قلنا بتميل ناحيه الانخفاض، فالقيم المنخفضه ايه؟ 367 وال31 وال80 وال68، دي قيم متطرفة، وهي فعلا نفس القيم، نفس القيم لو احنا خدناها ال80 وال48 ونزلنا تحت هنلاقيها موجودة تحت، هنلاقيها موجودة تحت. لو احنا برضو رحنا عند المتغير ده، عند المتغير ده ادي برضو حضراتكم ال48 اهي، خلينا بس ان احنا نعمل زوم مرة واثنين وننزل كده تحت، هتبصوا تلاقي حضراتكم نفس القيم، نفس القيم اللي موجودة في عندنا. هي طبعا كل ما هنزل تحت هبص الاقي ال 80 و367 وال48 هي نفسها، نفس القيم، وال6 هي نفس القيم اللي موجودة. طبعا بس هنا في قيم ازيد، هنا في قيم ازيد، لان احنا كنا هناك اختفينا بخمسة بس، فهم يعني 31 وال6 وال80 ودي احنا اكتفينا بالقيم بخمسة، لكن هو هنا بيجيب لك اكتر. طبعا هل معنى ذلك ان انا هشيل كل القيم ديت؟ حجم العينه بيسمح؟ هل فعلا القيم دي انا مش محتاج ادرسها؟ هل القيم دي وجودها يؤثر في البيانات بتاعتي ولا ما بيأثرش؟ طبعا الامور دي كلها محتاجه ان حضرتك تكون فاهم بحثك كويس جدا عشان تاخد قرارات. كتب الاحصاء ما بتتكلمش بكلام، كتب الاحصاء كل اللي بتقوله انك تشيلها وتجري التحليل وتحطها وتجري التحليل، لو حصل في اختلاف يبقى تقدم النتائج الاثنين، يعني تقدم نتائج تقول والله النتائج طلعت لما كان في اوتلايرز اهي، ونتائج قدمت لي لما ما كانش في اوتلايرز اهي. طبعا عمليه مش هيحصل الكلام ده، خلينا نتكلم على الواقع، محدش هيعمل كده. طب ايه اللي ان احنا نشيلها ولا نخليها؟ طبعا انا شايف ان البحث زي ده انها تبقى، لان دي بتعبر عن واقع موجود، بتعبر عن واقع واحنا بنستخدم فئه معينه، لكن قد يكون في بحث اخر انه مش منطقي وان احنا نشيلها. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي ان احنا يعني اجبنا على معظم الاسئلة اللي كانت موجودة. تبقى لي بس قضية اللي انا قلت عليها في الاول، هي قضية الناس اللي بتيجي تعمل ايه يا جماعة، ان انا بيكون عندي عينة خصائص سيكومترية وعينة بحث اساسية،
كتير من الطلبة والدراسات العليا وماجستير ودكتوراه وما بعد ذلك بيطبق مرة واحدة، يطبق البحث مرة واحدة، ثم يجي كده يجي بطريقة ما ياخد جزء من العينة دي عشان خاطر يعمل ثبات وصدق، ثم المتبقي يعمل بيه البحث. في ناس بتعمل كده، وهذا الكلام انا من وجهة نظر شخصية انه كلام خاطئ. ليه؟ لان انا ما اعرفش، انا الخصائص السيكومترية، انا مثلا نفترض ان هحسب صدق بطريقة التحليل العملي، تمام، عشان صدق تكوين فردي بتحليل عملي، مش ده ممكن يترتب عليه حذف عبارات؟ مش ممكن تطلع عبارات يعني خطأ فيها محتاجة يعني تستبعد؟ هيقول لك، ما تجد الطالب بيقول لك ايه، او الشخص اللي انت بتقول له الكلام ده يقول لك ايه، يقول لك ما انا فاهم، ما انا في الحاله دي هعمل ايه، هستبعد من التحليل الاحصائي المفردات غير المناسبه دي، ماشي، بس وجود العبارات دي، وده الكلام بقى بتاع لو احنا مش فاهمين احصاء بقى فاهمين علم نفس، وجود العبارات دي في اثناء التطبيق هل بتاثر في اداء الافراد ولا لا؟ يعني انت قدمت لهم مقياس في 40 عباره مثلا، ثم جيت عملت التحليل الاحصائي لقيت ان في 10 منهم اتشالوا فاكتفت ب 30، هل حضرتك لو كنت قدمت ال 40 ال 30 دول، يعني استنيت لما تشوف نتائج تخصص الكمبيوتريه وقدمت ال 30 للناس، هل نفس النتائج هتحصل عليها زي ما انت قدمت ال 40 اللي انت اثبتت ان هم غير كفء؟ انا من وجهه نظري لا، ولذلك الصح هو ان احنا نطبق عين دراسه استطلاعيه او خصائص سيكومتريه، بعد ما نتحقق من خصائص السيكومتريه تيجي المرحله الثانيه وهي ان احنا نطبق على العينه الاساسيه بعد ما نوصل لصوره المقياس بصورته النهائيه. ده وجهه نظري، والكلام ده هو الكلام العلم وكلام الصح. القضيه الثانيه ان في بعض بيعمل حاجه ثانيه أسوأ من كده، وهي فكره ان احنا ناخد عينه ثم العينه دي نطلع منها جزء نحسب منه خصائص سيكومتريه، ثم نرجع نحط العينة دي مرة تانية في عينة الخصائص الأساسية عشان حجم العينة ما يتأثرش. وهذا كلام خطأ قاتل. إذا كان التاني خطأ فده خطأ قاتل. معنى إيه خطأ قاتل؟ بمعنى إن حضرتك ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش تدخل العينة مرة في جزء منها يكون داخل بعينة خصائص الكمترية. تقول لي السبب إيه؟ السبب ان حضرتك كده، يعني انا بفترض، معلش انا بفترض اللي بيقول الكلام ده ما ينفعش، بفترض ايه؟ ان برضو حضرتك مش هتطبق مره واحده، انت المفروض ان حضرتك هتطبق على مرتين. فمعنى ذلك ده كلام الايه، ان معنى ذلك ان حضرتك لما هتطبق مره يبقى في مجموعه من الافراد شافوا المقياس مرتين. هتقول لي لا مش هطبق مرتين، هطبق مره واحده. هقول لك برضو هذا خطا قاتل، لان هذا معناه ان حضرتك بتخلط بين ما تم تطبيقه في العينه الاستطلاعيه وتطبيقه في العينه الاساسيه، وهو في الاساس مبني على الخطا الاولاني اللي انا اصلا مش مقتنع بيه، وهو ان يتم الموضوع مره واحده. ختاما للموضوع ده، وهذه برضو قضيه لكنه يعني امر مش هينفذ، وهو رجاء لاساتذتنا اللي هم بيشرفوا على، او اساتذتي اللي هم بيشرفوا على طلاب الماجستير والدكتوراه، يا ريت ان احنا نقلل من فكره ان طلاب الماجستير والدكتوراه يعني يعملوا ادوات. والله هذا كلام لا تجدوه الا في بحوثنا احنا فقط. مش عايز اقول احنا مين، لكن هذا تجد في البحوث الاجنبيه في الماجستير والدكتوراه من المستحيل ان يستخدم الباحث إلا مقاييس منشورة، لكن تجد إن الرد من أساتذتنا هي فكرة إيه؟ خليهم يتعلموا إزاي يعملوا مقاييس. إذا كنت عايز تعلمه يعمل مقياس، خليه البحث بتاعه من أوله لآخر هو يعمل مقياس. لكن ما ينفعش إنك أنت تقول لي هقنن المقياس على 50 أو على 100. مقياس إيه اللي يقنن على 50 و100؟ أنا من وجهة نظري إن عينة الخصائص السيكومترية، ما إحنا بنتكلم في هموم في هذا الفيديو، هذه هموم. عينة الخصائص السيكومترية يجب أن تكون أكبر من عينة الدراسة الأساسية، يجب، لأن عينة الخصائص السيكومترية أنا بعمل من خلالها مقياس، بعمل من خلالها أداة قد يستخدمها غيري، لكن النتائج اللي حوصل لها ممكن غيري يكررها، مش هتبقى حاجة ثابتة، ده مجرد نتيجة، غيري هيعمل بحث آخر ويوصل لنتيجة أخرى. لكن لو أنا بفترض أعمل مقياس صح، فعينة الخصائص السيكومترية يجب أن تكون أكبر بكتير جدا جدا من عينة الخصائص النهائية، عينة البحث النهائية، بيسموها العينة الأساسية أو عينة إجابة أسئلة البحث.
ده وجهة نظري وده الكلام اللي موجود في العلم. فأرجو إن إحنا في حاجات يعني أنا عايز ألخص الفيديو ده لو سمحتوا، نمرة واحد، ما ينفعش إن إحنا نطبق مرة واحدة وبعدين نقسم. نمرة 2، ما ينفعش إن إحنا نطبق مرة واحدة وبعدين ناخد جزء من العينة نعمل خصائص سيكومتريس وما نرجعها تاني ونستخدمها، هذا خطأ ومش عايز أقول لفظ آخر، دي خيانة للبحث العلمي. حاجة التالتة، لو سمحتوا أساتذتي الكرام ومن يسمعني في هذا الفيديو، قللوا من فكرة أن الباحث يستخدم، علموه أنه يحترم يعني إيه أداة بحث، خلوه يحترمها. للأسف لا تحترم، لأنها لا تحترم ليه؟ لأن علمناها أن دي حاجة كده أنت بتعملها وأنت ماشي، تعملها وأنت ماشي يعني، وأنت قايم الصبح كده تغسل وشك اعمل معاه مقياس. لكن لو علمناه أنه ياخد من مقاييس منشورة علمية عملوها أساتذته وقننت على عينات كبيرة وتم التحقق منها، هيتعلم يعني إيه مقياس، يتعلم يعني إيه أداة. تمام. الحاجة عينة الخصائص السيكومترية إذا كان البحث منشور ومعلوم وإلى آخره ممكن يكتفى إنها تكون عينة صغيرة، لكن لو بحث بيعد لأول مرة يجب أن تكون عينة الخصائص السيكومترية أكبر بكثير من عينة الخصائص من عينة الدراسة الأساسية. أرجو إن الكلام ده هو يبقى بذهننا وإحنا بنشاهد هذا الفيديو، ولعل وعسى إن يعني حضراتكم توصلوه ونتناقش فيه في تعليقاتكم وفي يعني في فيديوهات سابقة، في فيديوهات تالية آسف، ونتناقش فيه والدفولي لما من وجهة نظركم حول هذا الموضوع أو حول هذه النقاط. مرة تانية يكون أرجو أن يكون الفيديو عجبكم، تنساش لو عجبك الفيديو عمله لايك، تعرف حد يستفيد بعمله شير في جميع الأحوال، اوعى تنسى تعمل سبسكرايب، واوعى تنسى أنك أنت تكتب تعليقاتك لأنها بتكون مصدر لمعلومات في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.